الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الآباء ثلاثة، أب أولدك، وأب علمك، وأب زوجك. ونحن نسعى من أجل تثبيت الصدقات الجارية إن شاء الله للمؤمنين والمؤمنات، وهاي المساعدة اللي وصلتنا من أحد الأخوة جزاهم الله خير جزاء المحسنين، 330,000 اللي اشترينا حاجيات، يعني فراش من أجل زواج شاب من شيعة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، ونحن في رحاب الإمامين الكاظمين سلام الله تعالى عليه. باب الحوائج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خير جزاء المحسنين، وتعرفنا على هاي الوجوه الطيبة إن شاء الله. الله يزيد شرفك، احسب لي هاي الأموال. شو وجدت؟ 330,000 هاي الفراشات مال غرفة الشاب، وديناها سابقا غرفة، وإن شاء الله احنا مستمرين أي مساعدة، لأنه شاب فقير جدا، جامع الشراط الاستحقاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على نهج الإمامين الكاظمين سلام الله تعالى عليه. شكرا جزيلا لكم.